ذكرتني بباب رؤوف. اي شي خول. اي مثال جاي يا لا 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 يا لا 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 لي يا لا 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 يا لا 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 لي الخوت لو كان ضاق السبيل الله حملك ثقيل على كتافهم في الحال يشيلوك الشيل هلا لا لا يا لا 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 هالي يا لا 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 يا لا 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 يا خوتي يا رباية أمي وبابايا فرحي وهنايا يا خوتي يا رباية أمي وبابايا فرحي وهنايا من غيركم لما نوصل الغاية في البعد والقرب وديما معايا ما عندي بديل بلا أخوك تقعد عايش دليل الخوت لو كان يعطيك الصحة.